داعب المحلل الرياضي عبد العزيز دغيثر مذيعة قناة ام بي سي هند بومشمر على الهواء، وذلك بعدما وجهت له سؤالا اثناء تحليل احدى المباريات بقولها مين مزعلك اليوم؟ وردت دغيثر على المذيعة بقوله واحد وقدامه هند ويزعل كارثة، وبررت سؤالها بقولها ما اشوفك لا ابتسمت ولا شي وتحلل بدون ابتسامة. واجابت دغيثر بقوله لا والله بس خايف من النمر، لا ترد عليه لا تخاف ما يغرك ورا النمر يكون في شي اليف، فيما خدم المحلل بقوله ورا النمر قلب كبير. لدي فرصة الآن، الربع النهائي أنهى تقريبا المباراة الذهاب 2، عنده الإياب وبعدين عنده السيمي فاينل، فما في شك وهو قادر ومرشح. أنا من وجهة نظري أنه مرشح كبير أنه يحقق اللقب رقم 10. طب مين مزعلك اليوم؟ والله واحد قدامه هند ويزعل كارثة. ما شوفك لا ابتسمت ولا شيء، كل ساعة تحلل من غير لا ابتسامة ولا شيء، قلت يمكن حدا مزعلك كذا ولا كذا. لا والله بس خايف من النمر. لا تخاف لا يغرك، ترى ورا النمر دايما بيكون في شيء أليف أحيانا. لا ورا النمر قلب كبير، ورا النمر قلب كبير. الله يحفظك.